الحيوية والنشاط في أجسادكم وعقولكم، فالجسم السليم، فالعقل السليم في الجسم السليم. الشيخ عبد الله أحمد الباكري وكيل المحافظة، الأديها الأخرم وكيلة وزارة الشباب لقطاع المرأة، الأستاذ القدير المناضل صاحب الحيوية والنشاط والهمة العالية التي لا تفتأ ولن تفتأ بإذن الله، علي حشوان مدير مكتب الشباب بالمحافظة، التحية له. الأستاذ مدير عام إذاعة مأرب، الأستاذ القدير التربوي علي العباب مدير عام التربية بالمحافظة، الأستاذ محمد مارش مدير التربية بمديرية المدينة، القائد عبد القادر الحداد ركن توجيه القوات الخاصة، كلا باسمه وصفته، صباح جميل بسعد أتى به نفس أحبقي. يطيب لي أن أنقل تحايا معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري لهذه المحافظة ولجمعية الكشافة ولمفوضية المرشدات، هذه التحايا العطرة المملوءة بالدعم والرعاية والاهتمام جنبا إلى جنب مع قيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء الشيخ سلطان ابن علي العرادة حفظه الله. ونحن في وزارة الشباب والرياضة إذ نقف قريبين كل القرب مع مكتبنا في هذه المحافظة بإيلاء الرعاية والدعم والاهتمام لكل المجالات الشبابية والرياضية وفي قطاع المرأة وفي كل القطاعات. والتحية هنا أجددها وأبعثها مرات غير منتهيات لمن هم أمامي، ابتداء بقيادة الكشافة والمرشدات ولهؤلاء الأبطال البواسل، لهؤلاء الذين يعملون تطوعا ونحن نعي ونعرف وندرك ماذا يعني العمل التطوعي في الجانب الكشافي والإرشادي. في الختام تحية أبعثها إلى محافظة مأرب، هذه المحافظة الشامخة، محافظة التأريخ، محافظة الإباء، محافظة اليمن الاتحادي، مأرب الوجه المشرق، مأرب العزة والكبرياء، مأرب الشهامة، مأرب الإباء، مأرب القبيلة. لو جمعت كل كلمات التأريخ والعزة والأنفة لا أستطيع أن أفيء في حق هذه المحافظة. فسلام لمأرب وعلى مأرب وعلى أهل مأرب وعلى من سكن في مأرب، سلام على البشر والشجر والحجر، والسلام